مساء الخير على حضراتكم. يوم جديد بنمشي فيه في الطريق إلى الاتحادية، وإن شاء الله نقدر نحقق لكم كل اللي بتتخيلوه. لما بنقول الطريق إلى الاتحادية معناها إن إحنا هو طريق مصر، مصر بكل موضوعاتها المتنوعة والمختلفة، واللي بنحاول من خلال الطريق الاتحادية نتناقش ونفتح المحاور ونفكر مع بعض ونحاول نحط موضوعات تاخدنا فعلا إلى هذا الطريق. مساء الخير على الزميل العزيز معتز عبد الفتاح. مساء الخير يا معتز. مساء الخير يا هانم. شكلك كده يعني منتظر وهتقول لي حاجه. مساء الخير عليك. مش هتكلم غير ما تقولي اتكلم. لا لا اقدرش ما اقدرش يعني. اصل انا هقول حاجه اقول لهم اوقف، علمتني اقف بطريقه معينه، قلت لها ما انا وقفت كده مش عارف اتكلم. طب انت لو هتقول كده لازم اقول احنا يعني الساده الاعلاميين متعودين لينا وقفه لما نقابل حضراتكم كده، لازم يقول لك المذيع ظهره يتقطم وانا بقابل حضراتكم كده. فكنت بحاول كده مع دكتور. انا اصلا سباك، انا غير المهنه دي اصلا. لا لا خالص. فلازم نبقى واقفين كده لان هنقابل جمهور كريم له كل الاحترام. اتفضل. احنا النهارده بقى عندنا 5 6 7 9 حاجات مهمه. طبعا لازم نغطي كل ما له علاقه بالانتخابات، وكمان هنناقش بعض القضايا اللي علاقه بالنشاط الرئاسي في الفتره دي، وعندنا ملف مهم قوي. الحقيقه ملفين، بس انا عايز ابدا في ملف هتكلم فيه مع حضراتكم على الفيديو وول. هو لو انا بشتغل في الكنيست، في الموساد، في السي اي اي، وعايز اضغط على مصر، او بتعبير ادق على صانع القرار السياسي في مصر، اسمه بقى اي ما يكون اسمه، حسني مبارك، عبد الفتاح السيسي، جمال عبد الناصر، السادات، اي ما كان الاسم، اعمل ايه؟ ايه الادوات المتاحه؟ طبعا في ادوات عنيفه بس انا مش هتكلم في دي لان دي واضحه يعني، عايز تغتاله، عايز تعمل انقلاب ضده، ثوره، لكن لو انا مش عايز استخدم ادوات عنيفه، ايه اللي بقى بيحصل؟ المانيوال، الكتالوج بتاع الاجهزه الاستخباراتيه في العالم، بيقول نعمل له ايه؟ فاحنا النهارده بقى هنشرح كده. ده حاجه مهمه جدا. خمس الخمس ادوات اللي بتستخدم عاده للتاثير على صانع القرار في دوله ما بين قوسين معاديه او في بيننا وبينها عداء محتمل. نعمل ايه؟ هتشوف حضراتكم هنفكر مع بعض فيها. طيب وانت بتتكلم كده نستخدم ايه؟ لازم نرجع ونفكر حضراتكم بموضوع مهم جدا. لما بنتكلم هنا في الطريق للاتحاديه بيهمنا كمان مش بس مصر، ولكن نهتم كثيرا جدا بالشان العربي. وزي ما شفتم دايما احنا دايما بنقول مصر هي الكبيره، هي اللي بتحتضن، هي اللي بتفكر، هي اللي بتدعي، هي دايما حاضنه لمنطقه الشرق الاوسط وتحديدا للمنطقه العربيه. بنفكر حضراتكم وبنستكمل سؤالنا على السوشيال ميديا النهارده، بيقول ماذا تطلب من الرئيس القادم بشأن قضية القدس؟ على فكرة قضية القدس قضية هامة جدا، هي قضيتنا نحن العربية، انه نعترف يعني معناها ان احنا تنازلنا عن قضية بقالنا سنين كلنا بنتكلم فيها او لا نعترف. مطلق الحرية لحضراتكم، ونحب جدا نعرف حضراتكم بتفكروا ايه وده رأيكم اللي هنشوفه في الطريق الى الاتحادية. نبدأ. تمام. الهيئة الوطنية للانتخابات. طيب بما اننا بنتابع طبعا ما تصدره الهيئة الوطنية للانتخابات، فأكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ان خلينا بقى نقرا من هنا. طيب أكد وأضاف في بيان ان الهيئة لم تتلقى اي طلبات باعتراض من قبل المرشحين، مشيرا الى ان الاعتراضات محددة قانونا من مرشح على مرشح اخر. على فكرة دكتور معتز شرح كلمنا في الحكاية دي، يعني أنا دلوقتي عايزة أعترض فيبدأ من المرشح، يعني ممكن المرشح السيد عبد الفتاح السيسي يعترض على المرشح موسى مصطفى. هناخد وقت على بال ما نحفظ موسى مصطفى أو موسى مصطفى موسى، هم اللي من حقهم إن هم يقدموا اعتراضات. وقال إنه الاعتراض ده من جهة أخرى أكدت الهيئة أن الإجراءات التيسيرية المتعددة التي تقدمها الهيئة للناخبين الوافدين في الانتخابات الرئاسية تأتي في إطار الحرص على تمكينهم من أداء حقهم الدستوري في الانتخاب. الوافدين يعني كمان خدوا بالكم في السادة اللي هم يعني أنا مقيمة مثلا في إحدى محافظات الصعيد وعايزة، ولكن فترة الانتخابات اللي هتكون في شهر مارس أنا هكون موجودة مثلا في القاهرة، عملي شغلي موجودة، فأنا بتوجه وبطلب من أعتقد الشهر العقاري مش كده، بتوجه وبقول إن أنا بغير موطني الانتخابي صح علشان اقدر ابقى موجوده. وده طبعا تيسير وتسهيل ايمانا من الهيئه الوطنيه للانتخابات بحق المواطنه في ان حضرتك تنتخب في اي مكان كنت موجود فيه، الخدمه متاحه. صح.
النهارده الرئيس السيسي الفجر، ما تعرفوش حضراتكم هو بيصحى الفجر واتصل بالناس الفجر وبيصحونا الفجر. المهم يعني لا هو فعلا يعني الرئيس علق على الحكايه دي ما تخلص نشيط جدا دي. لا نشيط جدا بصراحه، والمؤسسه بتاعته دي كلها نشيطه جدا، بيصحوا الناس بدري جدا. بس هو طبيعه الناس بتشتغل في المؤسسه العسكريه ان هو بينزل لهم يومهم. هو في حديث بيقول ابكروا فان في البكور بركه، دي حقيقة. رزق. فهو بصراحة بيشتغل، أو ما هم الصح يعني. الناس اللي زي يلا أنا بصحى وقت ما يعني على أول ميعاد بصحى، يعني مثلا لو الميعاد أول ميعاد الساعة 4 على العصر بصحى 4 العصر. المهم النهاردة سيادة الرئيس النهاردة فجر الجمعة راح مشروع هضبة الجلالة البحرية. في بقى تفاصيل كتيرة إيه اللي حصل. السفير بسام رادي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي و استمع لشرح من القائمين عليه، وزي ما حضراتكم شايفين بقى يعني برد لابسين يعني تمام ونازلين وبيتحركوا وبيسالوا، وحضراتكم شايفين اهو يعني ديناميت بيتفجر، يعني الناس دي واخده الموضوع جد جدا 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 جدا. وطبعا يعني ما اعرفش اللي بيروح المنطقه دي، انا يعني اتيح لي مره ان انا اروح هناك، لا صحراء يعني، انت لو وقفت في النص صحراء يمين وشمال وجبال والناحيه الثانيه بحر، يعني ما انت شايف له اخر. في الاخر ده كله يعني بلمسه سحريه من ابنائنا واولادنا دول، هم يعني ما شاء الله هو جامع وكنيسه ومستشفيات وفنادق ووحدات سكنيه ومصانع ومحطات كهرباء. عايز اقول لك ده اعمار، بنسميه اعمار للحياه. صح، يعني ما يحدث على ارض مصر هذا هو الاعمار. نعم. والاعمار ده مهم. انا عايز اعلق بس على كلمه الرئيس، لما ناخد كده الخبر رئيس الجمهوريه يتفقد فجرا، واعتقد انها كانت زياره مفاجئه، والحقيقه السيد الرئيس متعود على هذه المفاجآت. اعتقد هو جزء منه يعني عايز يطمن شعبه، وهو كمان يطمن لانه صانع القرار، هو الشعب مديله هذا التوكيل، فهو انه يصحى الفجر ويبقى موجود علشان يشوف المشروع. نفسي انه هذه الحاله الايجابيه تبقى موجوده لدى كل المسؤولين. يعني انا لو انا موجوده في محافظه ولقيت السيد المحافظ مثلا فجرا تفقد معرفش مستشفى ايه، فجرا لقيت السيد وزير التربيه والتعليم، بما ان احنا النهارده سنكون في حقل التربيه والتعليم، موجود في مدرسه في انا فجرا. تخيلوا لو الحاجات دي، هذه الزيارات ونقلد فيها السيد الرئيس من غير ما هو يطلب مننا، اعتقد احنا نبقى بس معناها ان الناس بقى يعني تنشط بدري. دي عايزه سيستم، يعني هي غالبا عايزه ناس غير الناس يعني. ناس غير الناس. بس عايزه اقول لك وافكرك سيد درويش قال ايه. يا صنايعيه والرزق على الله. كانت ده المصري متعود على انه يصحى بدري، الفجريه دي عند المصري هي الرزق زي ما انت قلت. طيب خلينا نرجع ونقول انه من هضبه الجلاله النشاط الرئيس لا يتوقف فقط محليا او داخل القاهره، ولكن انت ممكن تلاقيه الفجر النهارده موجود في الجلاله، تاني يوم موجود في حته خارج الوطن. خارج الوطن يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى يوم الاحد المقبل باذن الله الى مسقط في اول زياره رسميه لسلطنه عمان، واعتقد ان ده شيء يعني جديد ان احنا نشوف السيد الرئيس مع سلطان قابوس، وانه يكون في تعامل، ممكن يكون في بحث للمعاملات، ممكن يكون في يعني نقول ايه علاقه تجاريه واقتصاديه، ويكون في مشروعات يتم فيها الاتفاق، او يكون في ايضا احاديث عن الوضع الراهن اللي موجود في منطقه الشرق الاوسط، ولو ان السلطان قابوس دايما في الجهه المحايده، يعني مش داخل دايما جوه الانشطه، ولكن هذه زيارة رسمية، فلننتظر بماذا ستأتي هذه الزيارة الرسمية لأول مرة بثمارها بإذن الله. هو أعتقد جزء من القضية أنه سلطان قابوس مدرك تعقيدات الوضع الجيوستراتيجي اللي هو الجغرافيا، إزاي وضعته في شبه مأزق. صحيح. لو حاول يعني عارف أحيانا يقول لك إيه، أنت ممكن يكون ذكائك أنك تسكت. صح، يعني مش في كل حاجه لازم تبقى طرف مباشر وفاعل وصح. لا، وعمرك ما شفت سلطنه عمان معاديه. يعني دايما يعني هي حاله من الحياد بين السلبي احيانا وبين الايجابي احيانا. لكن ما هياش، مش عايزه تكون طرف في صراع. هي ممكن تخفف الصراع. على فكره هي بلد جميله، طبيعتها جميله جدا، وشعبها ناس يعني انا لو بنقل من الجلاله وانا رايح سلطنه عمان، اعتقد لازم يكون عند سلطنه عمان نوع من انواع الغيره
وتشوف المشروع الجميل اللي احنا عاملينه. سلطنة عمان تضاريسها الجغرافية قريبة جدا من هضبة الجلالة، كلها جبال. تخيل لو عملوا مشروع من المشروعات دي وكانت مصر مشرفة عليه، دي تبقى حاجة جميلة جدا يعني. ده مجرد تفكيري الخيالي يعني. لا ممكن ليه لا يعني. طيب هنروح لخبر تاني وهناخدكم بقى لروسيا، وده طبعا خبر بيهمنا جميعا، كنا ننتظره منذ فترة طويلة بعد كأس العالم. أعلن وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف اليوم الجمعة أن المحادثات حول إطلاق الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة مستمرة، وخطة استئناف الرحلات في النصف الثاني من فبراير الجاري. فده شيء احنا بنتكلم فيه أسبوعين، ما زالت قائمة، مشيرة أنه سيتم تشغيل حوالي 5 رحلات أسبوعية بين البلدين. ده خبر مهم جدا، أهميته أولا سياحة، أهميته الروس مهمين جدا في المناطق السياحية خاصة وتحديدا منطقة جنوب سيناء في شرم الشيخ. فإنه دايما لما تروح شرم يا معتز يقول لك إيه، بس الروس، بس الروس لو موجودين، بس الروس لو موجودين. فده خبر لأهل شرم الشيخ يعني، أعتقد هيساعدهم جدا. إن شاء الله خير. معنا على التليفون الأستاذ هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة. مساء الخير هشام بيه. اهلا بحضرتك يا استاذ معتز، كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يبارك في حضرتك. احنا يعني بنستبشرين خير بالتغييرات اللي حصلت عندكم في الوزاره، ويا رب يكون دي كده مقدمه لخير كبير ياتي في قطاع السياحه. هات ايه تعليقك على العلاقه او النشاط السياحي الروسي اللي قادم في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ طيب اولا بشكر حضرتك على السؤال، وخليني بس اقول لحضرتك ادي لحضرتك بس بريف صغير كده عن السوق الروسي. السوق الروسي طبعا كان بيمثل لمصر أكثر من 25-30% من حجم السياحة القادمة لجمهورية مصر العربية، وكان أكثر من 95 أو أكثر من 98% منه كان بيتجه إلى المنتجعات المصرية في جنوب سيناء وفي منتجعات البحر الأحمر. طبعا لما انقطعت السياحة الروسية عن مصر منذ أكثر من عامين، من أكتوبر بالتحديد أكتوبر 2015، طبعا تأثرت مصر جدا بشدة، نتيجة طبعا لأن عامل المخطط زي ما حضرتك عارف كان عالي جدا، لأنك بتعتمد على سوق معين أو على أنماط محددة لسوق معين، فلما بيحصل فيها أي تدهور فبتأثر سلبا على السياحة. طبعا مؤخرا طبعا نتيجة الحقيقة العديد من المباحثات اللي قامت بها العديد من الأطراف في الحكومة والقطاع الخاص وقطاع المستثمرين، الحمد لله الطيران الروسي أو الطيران، حركة الطيران هتستأنف بين الجانبين. الحقيقة أنا برضو عايز أنوه لحاجة، إن ما كانش في منع للروس إن هم يجوا مصر، يعني إحنا كان الروس كانوا بيجوا مصر بس عن طريق شركات أخرى، لأن الطيران الروسي والطيران التشارتر اللي هو برضو كان بيمثل حجم كبير جدا من الحركة السياحية من الروس ما كان متوقف، ولكن الروس كانوا خلال العامين الفائتين كانوا بيجوا لمصر بس بأحجام أصغر بكثير جدا. طبعا مع عودة الحركة بين روسيا ومصر للقاهرة، بس هي لسه ما رجعتش لشرم الشيخ ولا للجرداء، أنا شايف إن ده طبعا دي خطوة جيدة جدا جدا، بتدينا فرصة إحنا كقائمين على صناعة القرار في قرار السياحة في مصر كحكومة وكقطاع خاص أو قطاع مستثمرين، ان احنا بنعيد ترتيب اوراقنا، لان طبعا النمط السياحي هيختلف عما كان ذي قبل تماما. هتيجي طبعا مش هنعتمد على الماس برودكشن او على السياحه الكم، لازم نعتمد على الكيف. عندنا فرصه كويسه جدا جدا ان احنا نقدم لهم منتجات جديده هم ما يعرفوهاش، لان هم طبعا كانوا زي بقول لحضرتك كانوا بيروحوا الشواطئ اكثر منها القاهره او الاقصر او اسوان او ما الى ذلك. بنشوف طبعا دلوقتي مدى إمكانية إن احنا ننقل أو يكون في طبعا إمكانية نقل السياح لشرم الشيخ أو للجردقة، بس طبعا ده هيتوقف عليه الـ 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 القرار أو الـ 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 الاتفاق بين الجانب المصري والجانب جنبي الروسي. هم سمحوا بطياراتهم تجي لنا القاهرة، إيه اللي في مطار القاهرة خلاهم يجوا لنا ومش موجود في الجردقة وفي شرم الشيخ؟ الحقيقه مش اقدر اجاوب على حضرتك السؤال ده، لاني مش مختص انا بالحته بتاعت المطارات، انا راجل بتاع تنشيط السياحه انا يعني، بس هي انا مش عارف. بس هم طبعا في العديد من الـ 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 الزيارات اللي تمت، وكان في متطلبات من الجانبين مش من جانبهم هم بس، وده كان على مدار العامين الفائتين، والحمد لله توصلوا لاتفاق بين الجانب المصري. طيب سؤال تاني بس تأكيدي من حضرتك أستاذ هشام، هل يعني معنى كده أن هم هيبدأوا يبقوا موجودين في مطار القاهرة وحتنزل الرحلات، هل هيتم بقى نقلهم بقى بالأتوبيسات مثلا لحد شرم لو في حد عايز يروح، طبعاً أو الغردقة أو الأقصر؟ يعني إذن في برضو تعامل مع وسائل النقل المصرية الداخلية؟ طبعا
في تنسيق الحقيقه، في تنسيق بيننا وبين وبين اولا مصر الطيران وبين كل الوسائل، وطبعا اتحاد شركات السياحه. احنا بس مستنيين القرار، لان هو لم يستأنف بعد، هو قال ان هو في النص في خلال اسبوعين في خلال اسبوعين من دلوقتي. فاحنا طبعا بنعمل كل كل يعني الخطط بتاعتنا. حضراتكم بتعملوا كل الجهد تبقى للمعلومه، بحيث ان بالظبط وقد تاتي المعلومه بانه الاستئناف ليس فقط لمطار القاهره وربما لمطار الغردقه او شرم الشيخ، فيبقى خير هم اللي اعلنوا يعني خيرا اكثر يعني هم طبعا اللي هم اللي اعلنوا قبل كده ان هم هيبداوا بالقاهره وبعد كده هيشوفوا مطارات البحر الاحمر. استاذ هشام الدميري رئيس هيئه تنشيط السياحه، نشكر حضرتك شكرا جزيلا، وفي انتظار هذه الرحلات باذن الله. شكرا لحضرتك. قوات انفاذ القانون، ويعني دي الكلمه اللي احنا بنستخدمها عاده لما بنقول الجيش والشرطه يعني، فقوات انفاذ القانون نجحت في انها تتعامل مع عدد، وخد بالكم هنا يعني الموضوع جيش ومخابرات وقوات جوية وإلى آخره. خلال الأيام القليلة الماضية اتعاملنا مع عدد من الملفات، اطلع بالأوتو كيو بعد إذنك، اطلع بالأوتو كيو. تم ضبط عدد كتير من المشتبه بيهم، وضعف في عناصر تكفيرية وحاجات كتيرة قوي. يعني المهم في الخلاصة إنه يعني وإن كنا بنناقش قضايا علاقة بالرئاسة وليها علاقة بالجلالة والرئيس رايح فين، وبنناقش حاجات ليها علاقة بكورة، لكن في ناس موجودين على الجبهة بينضلوا بيكافحوا بيموتوا، على رأي الفريق شفيق بيموتوا وبيقتلوا وبيتقتلوا والحاجات اللي كان بيقولها دي صحيح. الناس دي بتعرض حياتها للموت بصفة يومية، شوف حضراتكم ادي مدرعات، ادي حاجات بيدمروا. يعني عايز اقول هي معركة لا تتوقف، وان بدا لنا انه يعني الامور سهلة، لا هي مش سهلة. ان بدا لنا انه الدنيا امنة، هي امنة احنا هنا جوه الوادي، علشان في ناس هناك بتموت علشان خاطرنا. فيعني بنقول انت عارف انا عاجبني وانت بتتكلم، انت قلت انه في مقارنات، زي ما كان في افتتاح فجرا في هضبة الجلالة مش بعيد قوي عن سيناء. أيوه. في نفس الوقت في سيناء ايضا في يعني انفاذ للقانون زي ما قلنا، وفي ولادنا واخواتنا اللي واقفين على الجبهة، يعني المصريين بيعمروا في ناحية وبيحافظوا على الامن القومي والوطن من الناحية الاخرى في نفس اليوم. نفسي الناس تبص للمعادلة كده، هي دي مصر يعني الناس هي المصريين واقفين هنا بيبنوا وهنا بيحافظوا. المؤتمر بتاع التكنولوجيا الماليه ده انا مش فاهمه قوي، فياريت لو نعرف. بص انا حباه هقول لك ايه يعني. بيقول مصر بتستضيف، انا اول ما بسمع على فكره تستضيف مصر، خدوا بالكم دي شيء حلو جدا انه دايما عندك انت موجود على الساحه مع اي تكنولوجي، سواء كانت بنك استثمار، كلها حركه مستثمرين وناس جايه واخبار بتنزل هنا وبتنزل عندك في العالم، مش بس في الصحف المصريه. انت لو بصيت على حاجات كتير جدا للناس اللي بتبص على الاخبار، بالذات الاخبار الاقتصاديه، دايما هتلاقي مصر متكرره ومكتوبه. يستضيف مصر لاول مره مؤتمر التكنولوجيا المالي سيملس شمال افريقيا تحت رعايه سيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. المؤتمر ده هيكون موجود على ارض مصر في السادس والسابع من فبراير. عجبني انه مكتوب من فبراير المقبل، احنا بقينا في فبراير يعني فبراير الحالي. خدوه كوبي اند بيست من حته. ويفتتح المؤتمر طارق عامر محافظ البنك المركزي بحضور عدد من الوزراء والقيادات بالبنك والقطاع المصرفي. ويتضمن المؤتمر ثلاث محاور فاين تك وتكنولوجي رئيسيه، هي التكنولوجيا الماليه وانظمه المدفوعات والتجاره الالكترونيه. يعني نبسطها كده لحضراتكم ببساطه، حضرتك جدا ممكن تكون موجود وبتدخل على البنك وبتعمل استثمارات وكلها تبقى اونلاين، ودلوقتي بقى في ابلكيشن كتيره موجوده اونلاين بتقلل الوقت وبتسرع الاشياء لو انا بشتغل في التجاره او في الصناعه وعايز ادخل اعرف انا عندي قد ايه، ارصدتي قد ايه، طب هدخل على البورصه اعمل كذا، كل ده حضرتك تقدر تعمله من المحفظه الذكيه البنكيه وانت قاعد في البيت، وانت قاعد في العربيه، وانت مسافر، وانت قاعد على البحر، وانت واقف في سينا، في اي حته. كل ما ده يدخل مصر معناها ان مصر في مراحل تعمير، والتعمير موجود في البنك المركزي، موجود في هضبة الجلاله، موجود في العاصمه الاداريه اللي قلنا بعد 18 شهر هنبقى موجودون فيها. دايما خلوا الاخبار دي هي اللي تحطكم دايما لقدام. زميلنا احمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد بجريده يوم السبع، مساء الخير يا احمد. مساء الفل دكتور معتز، مساء الخير استاذه شفكي، مساء النور. ازيك يا ابو حميد؟ احمد استاذنك قول لنا بقى الخبر ده، يعني ماذا سنستفيد من هذا المؤتمر، والمؤتمر يعني بعد ايام باذن الله.
ببساطة شديدة احنا بنتكلم عن مؤتمر اسمه سيمليس افريكا، وده هيعقد على مدار يومين، يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين. ببساطة هو بيتكلم عن ثلاث محاور مهمة، الفينتك او التكنولوجيا المالية. الفينتك هي ابريفيشن لفاينانشال تكنولوجي، التكنولوجيا المالية، بمعنى استخدام كل وسائل التكنولوجيا الحديثة زي السمارت فونز، زي الهواتف اللي مع اللي فيه 100 مليون هاتف في مصر، وفي نفس الوقت مثلا نسبة 70% منهم هواتف ذكية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع الخدمات المالية والبنكية. وأنظمة المدفوعات الإلكترونية ببساطة المحور الثاني من أعمال هذا المؤتمر، ببساطة هي استخدام كروت الدفع واستخدام أدوات الدفع عن طريق الإنترنت في شراء المنتجات، في التقديم وشراء الخدمات المعينة، دفع فواتير كهرباء، فواتير الخدمات والمرافق، فواتير التليفون، دي كلها. والمحور الثالث خلينا نتكلم على التجارة الإلكترونية، برضو مرتبط بها ان انا بشتري منتجات وسلع وابيعها عن طريق الانترنت وعن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة. حضرتك استاذ شفك اتكلمتي عن كل الناس دلوقتي معاها سمارت فون او هاتف محمول يتم عن طريق السمارت وولت او المحفظة الذكية، استخدامها في دفع الفواتير المعينة او فواتير المرافق، وفي تحويل الاموال بين المواطنين. بلغة الارقام، عدد المقيدين في الجداول الانتخابية في مصر حاليا يقترب من 60 مليون مواطن، من 100 مليون مواطن مصري عايشين على ارض هذا الوطن. وبالتالي انا كبنوك، كجهاز مصرفي، وكبنك مركزي، وكقطاع خدمات مالية، عندي حوالي 17 مليون مواطن هم اللي بيتعاملوا بشكل مباشر مع الخدمات البنكية والخدمات البريدية. على فكرة ده رقم يا أستاذ أحمد لا يستهان به أبدا، يعني لما تقول لي أن أنا عندي 17 مليون مصري يتعامل مع المحفظة الذكية، يعني معناها 17 مليون مصري يعني عايز أقول إيه، متعامل مع التكنولوجيا الحديثة، متطور، مفكر، بيحاول إن هو يعني يسرع من أعماله. ده خبر يعني أنا يسعدني جدا. هو الحقيقة خلينا أوضح بس إن 17 مليون هو عدد المتعاملين مع البنوك والبريد، وبالتالي أنا كدولة بستهدف إن أنا أرفع هذا الرقم. 17 مليون طبعا في بعض الدول يصل الى 80% من تعداد السكان بيتعامل عن طريق التكنولوجيا الحديثه، الهواتف المحموله والانترنت، في اتمام التعاملات والخدمات وشراء السلع والتقديم على بعض الخدمات اللي موجوده عن طريق الانترنت. ده لازم نرفع لمستوى عدد المقيدين في الجداول الانتخابيه. ممكن احنا دلوقتي النسبه اللي هي 17 من 60 مليون مقيدين اللي بيمتلكوا رقم قومي ويحق لهم التعامل مع البنوك، ده احنا المفروض ده بيمثل حوالي 32% من تعداد المقيدين في الجداول الانتخابية. البنك المركزي عنده عدة مبادرات لرفع هذا الرقم الى 60 و62 أو 65% من هذا الرقم، يعني بدل ما بنتكلم عنه 17 ممكن نوصل ل 30 و35 مليون من ال 60 مليون اللي معاهم رقم قومي ومقيدين في الجداول الانتخابية. النقطة الأهم، الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بيرأس المجلس القومي للمدفوعات، والمجلس القومي للمدفوعات يقدم عدة مبادرات يعني فيها كل الجهات الحكومية اللي بتتعامل عن طريق أنظمة الدفع وعن طريق دفع الضرائب ودفع الجمارك، شراء السلع والخدمات عن طريق الكروت الدفع. الكروت الدفع اللي احنا الكارت اللي احنا بنقبض بيه من أي مكان، سواء المعاش أو المرتب، ده احنا ممكن نستخدمه في شراء السلع والمنتجات من السوبر ماركت، من الصيدلية. ده المبادرة دي لرفع الوعي. بنسمع كتير جدا عن مصطلح الشمول المالي. الشمول المالي ببساطة ان انا بزود عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي ومع الخدمات المالية، والاهم ان انا بأوصل لبعض الشرائح المجتمعية اللي هي خدمات افوردبل او خدمات مناسبة، السعر بتاعها مناسب. بتسهل على الناس جدا، المواطنين بتسهل على الناس جدا، بس كده هتاخدوا كل فلوسنا. يعني كل ما يبقى فيه خدمات حلوة كده يبقى الناس على طول الكروت دي بتخلي الناس تصرف اكتر، لكن ده شيء حلو. شوف مين هيحاسب بعد كده. شكرا يا ابو حميد، شكرا جزيلا. زميلنا احمد يعقوب رئيس قسم الاقتصادي بجريده اليوم السابع. بس انا عجبني حاجه منسوبه للمحافظ البنك المركزي، بيقول لك مصر بتسعى لان تتحول الى مركز جذب
للتكنولوجيا دي، التكنولوجيا المليئه. هو ده بقى الشغل اللي على تقيل. طبعا. مش ان انا ابقى طبعا. مستخدم ولا حتى ابقى صح. سوبر مستخدم سوبر يوزر. بس عندي لا ده انا ده عندك قاره افريقيا كامله هتلاقيهم ما يعرفوش عن احد بيقول ده كله. ما عندهمش الكلام ده. نبتدي ننقل لهم الكلام ده وناخد احنا فيز واتصالاتهم بالانترنت تكون من خلالنا. يعني عندنا شويه غيره من الهند. اه من صحيح. الهند يعني ونفتح فرص يعني عمل يعني. يبقى عندنا فرص عمل ونبقى في المنطقة وده مش جديد على مصر. عندنا بقى خبر مزعج معلش احنا مضطرين نقول لحضراتكم الأخبار حلوها الأخبار حلوها ومرها. مع الأسف النهاردة كان في حادثة في الطريق الصحراوي للمنيا، سيارتين مايكروباص وملاكي ونقل، يعني اتنين مايكروباص وملاكي وسيارة، ده المكتوب في الخبر يعني. المهم حضراتكم في بوابة رسوم والآخره. طيب إيه اللي حصل؟ أسفر هذا عن مسرح 11 شخص وإصابة 32 آخرين، الله يرحمهم. سيادة إحنا معانا سيادة المحافظ. سيادة المحافظ مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. سيادة المحافظ اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، مساء الخير والبقاء لله. البقاء لله ودعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل ان شاء الله. امين يا رب العالمين. سياده الامه ممكن حضرتك تقول لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ هو في حدود الساعه 9 ونص صباحا كان الاخطار جه ان في عربيه لوري بمقطوره ماشيه جايه من في طريق الجيش جايه من اسيوط في اتجاه القاهره. وفي ملف من ملفاتها هي ماسكه شمال الطريق وماشيه بالراحه في مجيه 4 ميكروباصات مسرعين. فالميكروباص الاول فوجئ بيها قدامه فدخل فيها وده اللي كان فيه ال 11 حاله وفاه. ثم اصطدم بيه الثلاث ميكروباصات التانيين وستر ربنا كان فيه جاي كمان عربيه كبيره محمله. السواق تفادى انه يخبط في الميكروباصات في الحادثه، كان ارتفع عدد الوفيات كتير لو ده حصل، ونزل بالعربيه في نهر الطريق في تحت في المسافه اللي فاصله بين الطريقين وتوقف عن انه يعني يصطدم بالسيارات. طب سياده المحافظ معلش عشان اتاكد من المعلومه، حضرتك بتقولي ال 11 اللي توفاهم الله كانوا في ميكروباص واحد؟ في الميكروباص الاولاني اللي دخل في العربيه ام مقطوره. اه والثلاثه الثانيين يعني الاصابات وكان وراهم عربيه نقل الحمد لله تفادت الثلاث تفادت ونزلت في الطريق في بين الطريقين وتفادت انها تخبط فيهم، والا كان عدد الوفيات ارتفع بشكل رهيب يعني. تفضل. سيادة اللواء تعزينا لأهالينا طبعا في المنيا وأيضا أمنياتنا لأهالينا بالشفاء، ولكن أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، أين هم المصابين الآن؟ هل تم التعامل معهم وتم نقلهم بسرعة وكانت هناك سيارات الإسعاف اللي تمت النقل ومساعدة الأهالي؟ إحنا شايفين على الشاشة الأهالي هم موجودين ويبدو أنها مستشفى عام أو حاجة في المنيا يعني مستشفى المنيا العام في المنيا. العربيات الاسعاف نقلت 29 مصاب وفي 3 رفضوا يتنقلوا بعربيات الاسعاف ونقلوا مع ذويهم ودوهم برضو مستشفى المنيا العام، فوصل عدد المترددين من المصابين على مستشفى المنيا العام 32 مصاب، متبقي منهم دلوقتي في 17 17 دول منهم واحد في مستشفى المنيا الجامعي كان عنده نزيف في الرئه، وواحد اتنقل الى مستشفى اسيوط عشان عنده كسر مضاعف في الساق وده بيحتاج جراحات مخصوصه موجوده في مستشفى اسيوط، والباقي الحمد لله تعالجوا وخرجوا خدوا العلاج اللازم وخرجوا، وبعدين نزلت كمان لجنه من التضامن الاجتماعي لدراسه الحالات وصرف التعويضات اللازمه سواء للمصابين او للمتوفين. اشكرك سياده اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، شكرا جزيلا. واحنا كاننا يعني ايه امام مصرين، مصر اللي بتحمي وبتبني طبعا وبنقتل ارهابيين وبندمر مدرعاتهم واسلحتهم وبنحمي ولادنا وبلدنا، وعندنا مشروعات مشروع الجلاله وناس سهرانه ما بتنامش تقريبا 3 شيفتات عشان ال 24 ساعه يكونوا شغالين، وعندنا من الناحيه الثانيه عندنا اسفلت الموت يعني تستخف باعمار الاخرين والاخر، وربنا ينجينا يا رب. طيب خلينا نقول لحضراتكم الخبر اللي جاي ده عايزين يعني نركز فيه شويه ونتكلم الحقيقه. يمكن دكتور معتز ان احنا بنحضر كتير مع بعض
يعني فاجئني ظهرا بالخبر ده وكنا بنتكلم فيه، لانه مش انه الخبر غريب ولكن هنقول لكم تحليله ايه. قدم مايكل بيتس وهو وزير الدوله لشؤون الدوليه والتنميه في الحكومه البريطانيه في هاوس اوف لورد، وكان المفروض ان هو مطلوب منه يكون موجود في الجلسه، وكان في استجواب لي عن مسائل فرق مسائل الدخل بين الرجال والنساء او بين المراه والرجل، مش مهم الموضوع، ولكن هو وصل الى الجلسه متاخرا، وكانت الظاهر بدا الاستجواب وهو ما كانش موجود. لطيف انه طبعا يعني مايكل طلع وقال انا بعتذر جدا، انا حاسس بالاسف عفوا وبالعار، يعني طبقا للكلمه ممكن نشوفه ونرجع نكمل، بس خليني اقول لحضراتكم انه حاسس بالاسف والعار بانه ما كانش موجود في موقعه وفي مكانه وقت الاستجواب علشان يرد، ووقتها شعر انه ده حاجه يعني احرجته، ان هو يعني متاسف جدا ليها، وقرر ان يستقيل امام البرلمان، وقال استقالتي مقدمه لحضراتكم. نشوف مع بعض الناس عملت ازاي، كلمته كانت ايه، ونعود للتحليل نسال فيها دكتور معتز. سيدي اسمح لي أن أعرب عن صادق اعتزازي للسيدة بانستر حيال سوء أدبي وتجاوزي لحدودي أثناء إجابتي على سؤالها بشأن قضية في غاية الخطورة، وذلك في بداية الجلسة. أريد أن أقول أنه طوال الخمس أعوام التي تشرفت خلالها بالإجابة على تساؤلات مجلس اللوردات ممثلة للحكومة، كنت دائما أؤمن أن علينا الالتزام بأعلى المعايير الممكنة للاحترام والتقدير عند تمثيل الحكومة في الإجابة على الأسئلة المشروعة للمشرعين، وأنا أشعر بخزي بالغ لأنني تجاوزت حدودي، ولهذا السبب سأقدم استقالتي لرئيسة الوزراء على الفور. أنا حقا آسف. هي القصة كده باختصار، الراجل مطلوب منه يروح يجاوب على أسئلة أعضاء مجلس اللوردات، فهو راح متأخر، فهو بيقدم اعتذار لهم يا اخوانا انا اتاخرت خمس دقائق، فانا بعتذر لكم، انا كان المفروض اكون موجود في مكاني قبل الاسئله ما تطرح، وانا بشعر ان انا يعني مش قدوه حسنه للناس المسؤولين في الحكومه، ويعني عملت حاجه غلط، وبالتالي انا بعتذر منكم وبقدم استقالتي. انا عجبني قوي وهو بيتكلم الست اللي وجهت له السؤال قاعده تبص له كده، يعني انا متقبله اعتذارك كذا كذا، وبعدين راح هو قال لهم في الاخر خالص بما ان انا غلطت فانا بقدم اعتذارتي. الست نفسها قالت نو نو، راح كلهم نو 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 نو، يعني مش معناه مش الدرجات يعني، بس لا احنا عارفين انت راجل ملتزم ومجتهد وكل حاجه. فالمهم مايكل بيتس ده يعني كوزير دوله في الحكومه البريطانيه يعني بيقول لنا ثلاث حاجات. واحد، الوقت مهم فتروح في ميعادك، يعني الوقت دي قيمه لان انت اهدرت وقت كل الناس اللي قاعدين دي كلها، يعني شوف الناس دول ما اعرفش كام واحد، مثلا 400 واحد 500 واحد، اضربهم مثلا في خمس دقائق فانت عندك 400 في خمسه وهكذا بقى الرقم ده، شوفوا يطلع كام كده، 10,000 دقيقه ضيعتها على الناس دي كلها، ده واحد. اثنين، انا بمثل الحكومه، فانا لما غلطت انا غلطت بالنيابه عن الحكومه، ففي انا جبت يعني العار لزملائي في مجلس الوزراء، وبالتالي ثالث حاجه الاحساس بالمسؤوليه، مش انا غلطت يبقى لازم يعني اقدم ما يكافئ خطئي اللي هو انا بانسحب من العمل في هذه الحكومه لان انا ما كنتش جدير بهذا المنصب. نخلص بايه يعني على فكره كمان؟ نخلص باي حاجه. رئيسة الوزراء لا لازم نخلص، لا نخلص يعني احنا عايزين ندرس هذا. نخلص بايه بقى حضراتكم؟ نخلص بانه رئيسة الوزراء كمان البريطانيه تريزا ماي قالت رفضت الاستقاله، وقالت انه يعني مش قابله الاستقاله، ولكن هذا هو الشعب الانجليزي، يعني بالدقيقه بالساعه بالثانيه بالشعره. طب احنا في مصر ايه ده؟ احنا عندنا رئيس بيصحى من الفجر وبيروح فجأة. مش بتكلم كده علشان هو الرئيس، ولكن انا بحاول الاقي الحقيقة قدوة كتيرة. طب احنا ممكن يكون عندنا في البرلمان ده احنا بنتحايل عليهم بعد ما بيعملوا حاجات كتيرة جدا واحنا مخبيين وشنا، استأذنك امشي او استقيل. فتخيل بقى لما ده يعني انا شخصيا لو انا بدرس في الجامعة جنب دكتور معتز انا لازم اشرح للطلبة بتوعي موقف زي ده. أنا بقى نفسي أشرح ده مش من الحكومة البريطانية، أنا نفسي أشرح حاجات زي كده من الحكومة المصرية. أتمنى يعني هذه هي الخلاصة التي أريدها سيدي. يعني أنا مش مقتنع مش مقتنع باللي أنا بقوله والله. لا نعملها. لا لا أنا مقتنع، بس إيه الفكرة إيه؟
في فرق يعني احيانا الناس تقول لك السفر سفر في الجغرافيا، لا هو مش في المكان هو في الزمان. يعني احنا في يوم من الايام هنبقى كده، امتى ما اعرفش، بس احنا في يوم من الايام سلم التطور بيقول كده ان انت لازم، هو كان عندهم عربيات واحنا ما كانش عندنا، بقينا عندنا فاحنا اكتسبنا منهم بعض ما عندهم، فاحنا ماشيين في السكه. وانا امل ان احنا فعلا في حياتنا يعني واحنا احياء كده نشوف الناس بتلتزم بالوقت وبتعرف لما تيجي. بس انا هقول لك حاجه برضه للامانه، انا اشتغلت في مجلس الوزراء ده شويه، عشان تقولي لي مجلس الوزراء يجتمع بالظبط الساعه 9 في يوم الاربعاء من كل اسبوع، انا طبعا اتمنى، انما احيان كثيره جدا بتلاقي وزير يجي متاخر، وزير كذا اللي مش عارف كوبري اكتوبر واقف، واللي مش عارف ايه. انت ما تشتغلش دلوقتي عنده؟ لا ماليش دعوه الحمد لله، مش هينفع تقول الكلام ده. لا يعني قصدي ايه طبعا لما تقولي بقى ان هو بقى عندنا مقر جديد، هي برضو احيانا اصلها تبقى بنيه على بعضها مش مجرد معاد. بس اقول لك بصراحه واحنا بنتكلم بصراحه، ليه الناس بتلتزم لما يكون رئيس الجمهوريه جاي الساعه كذا الناس بتروح بدقيقه ليه؟ لا عشان رئيس الجمهوريه. ما احنا على فكره احنا نعمل ده ونتخيل ان اي عمل بنعمله انه رئيس الجمهوريه هيبقى موجود. يعني يعني خلينا نعمل ده من غير ما نستدعي رئيس الجمهوريه انه يبقى موجود علشان نعدي، عشان نحط الورد، عشان نيجي بالدقيقه، عشان نيجي بالساعه. كل واحد فينا يتخيل انه عنده قدوته او رئيسه او مسؤوله او 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 رئيس بيته او 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 اي حاجه يعني تكون موجوده. مش عايزين نطيل على حضراتكم، احنا مستمتعين دايما بلقائكم ومستمتعين جدا على فكره على صفحتنا لما تكتبوا لنا اي حاجه، اللي بيعلق على السوشيال ميديا وعايز يقول حاجه، عايز يقترح علينا موضوع في الطريق للاتحاديه مع معتز مع زميلتنا العزيزه لبنى، ارجوكم لو سمحتوا اكتبوا ده وقولوا لنا كل حاجه انتم عايزينها. البرنامج ده معمول علشان المشاهدين وعشان الشعب المصري، احنا منكم وبنحاول نكون معاكم، نفكر معاكم، تفكروا معانا، احنا في النهايه بنتبادل ده معاكم. بعد الفاصل مباشره هيكون معانا يعني شرح مفصل مع دكتور معتز، وهنسيبه مع تحليله السياسي مع فقره حضراتكم اكيد هتستفيدوا منها وهنشوفها حالا، وانا هرجع التقيكم باذن الله في الفقره التي تليها مع ملف التعليم. فلحد ما نشوف ده نشوف مع بعض الفقره دي، واشوفكم بعد شويه. احنا في مصر ان احنا نتدخل في شأن دولة اخرى او دولة اخرى قررت ان تتدخل في شؤوننا، في شغل وزير الخارجية ورؤساء الدول بعض بعض، وكان لازم يكون شكلنا حلو قدام الكاميرا وقدام الجماهير، بس في اجهزة بتشتغل ورا دي بقى حاجة تانية، بتعمل حاجة تانية. فتلاقي نفس الرئيسين اللي دول بيسلموا على بعضه بالاحضان ويشربوا نخب اللقاء ويطلعوا يقولوا كلام لطيف في المؤتمرات الصحفية، في اجهزة شغالة في عاصمة ده وعاصمة ده بيعملوا حاجة تانية خالص. ازاي نعمل وازاي نتدخل وازاي نشوه وازاي ندمر؟ طيب بيعملوا ايه؟ في حاجات معروفه، انك تغتال رئيس دوله ثانيه، انك تدبر عليه انقلاب، تدبر عليه ثوره، انك تدخله في حرب. ازاي ممكن نعمل ده من غير ما نوصل لده؟ في بعض الدول بترى انه رئيس الدوله الثانيه او صانع القرار في الدوله الثانيه، ونبقى يا اخوانا اطفوا بتاع اللي في ودني ده. لما بيكون مش على درجة كافية من العداء ما نقدر، مش من مصلحتنا ان احنا ندمره، يعني مش مصلحتنا ان احنا نقضي عليه، ما انه ممكن نقضي عليه يعني ممكن عملية انتحارية مش عارف ايه اغتيال كلام، لكن يقولك ممكن بس نكعبله، ممكن بس نلخبطه، ممكن بس نخليه يرتكب اخطاء وحماقات تخلي مجتمعه يثور عليه، ممكن نهز او نشرخ شرعيته. تعالوا كده حضراتكم شوفوا ايه البدائل اللي عادة بيستخدمها الدول علشان تأثر في زعماء او صناع القرار في دولة تانية. بيسموها نظرية الخمسة سي، لانه بتبدأ من خمس كلمات كل كلمة فيها حرف السي. بصوا حضراتكم، واحد تو كونكوكت، يعني ايه كونكوكت؟ انك تختلق له حدوتة، ترسم له مسار للأحداث يخليه في الاخر كصانع قرار يتخذ قرارات مبنيه على وعود اكثر منها حقائق. تقول له على فكره انت لو عملت كذا 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 يعني احنا ما عندناش مانع، ما عندناش مشكله. المقوله دي نسبت بقوه لسفيره امريكا في العراق لما كان في خلافات ما بين العراق والكويت سنه 90، ووزير يعني السفيره الامريكيه في بغداد ببساطه قالت لصدام حسين احنا ما فيش بيننا وبين الكويت معاهده دفاع مشترك.
يعني من الآخر مشاكلكم حلوها بينكم ومن بعض مستخدما كل أدوات السياسة الخارجية المتاحة. شفناها، مش عايز بقى أدخل في تفاصيل، إنما يعني قطر واللي كانت بتعمله مع دول الخليج لفترة طويلة، قطر كانت متصورة أنها بتعمل ده بدعم أمريكي وأوروبي كامل يعني، وبالتالي ما تفعله سيحمى وستقطع أمريكا يد الدول الثانية الأربعة بما فيهم مصر يعني. ده كان الوعد، دي فكرة اختلاق القصة دهيت، إنما لا، هم عشان كده اتخضوا. وعلى ذلك حضراتكم اللي عملته الأربع دول دول هم ضد قطر، حصار قطر، سيبكم حتى لو قطر بتروح حصار، على فكرة ما عنديش أي مشكلة إن هو حصار، بس هو حصار إيه؟ حصار من أجل مد أو قطع يد قطر الممدودة على المنطقة بالشر. الدول الأربعة بتفضل تستخدم مصطلح مقاطعة، مقاطعة حصار، لك الأزمة القطرية، لك الأزمة القطرية دي هي حقيقة، دي وجهة نظر الدول الأربعة، هي قطر عايز أقول لك أزمة الخليج، هو مفيش أزمة في الخليج، هي أزمة قطر، مشكلة قطر مش مشكلة الدول الأربعة. عندك البديل الثاني اللي هو تو كونفينس، تقول لك طب أنا بقى مش هعرف أختلق قصة أو مسار، ما تيجي أديله معلومات دقيقة وبراهين يعني سليمة، واقول له تبني سياسة معنا، اجيبه كده واقول له شوف بقى دي الأدلة ودي الوثائق ودي ولا آخره، اعمل كذا وكذا وكذا. لو صانع القرار تبنى في مرحلة ما هذه السياسة، يبقى أنا كده عرفت إن أنا أخلي أثرت عليه من غير ما استخدم العنف. خدوا بال حضراتكم اللي يقرأ مذكرات بيريز وهو بيحكي عن إزاي أقنع تشارل ديجول وفريق عمله في فرنسا بحتمية إن إسرائيل تكون عندها مفاعل نووي وتنتج قنابل نووية وذرية ولا آخره. هي كانت كده، ادي العداء، ادي العرب، ادي احنا ديمقراطية في محيط من التطرف والاستبداد، احنا دولة رأسمالية في محيط من الشيوعية، ده كان الكلام اللي كان بيتقال، احنا دولة صغيرة وعلى سكاننا كذا في محيط من كذا بيتأمروا علينا، عايزين يقتلونا، عايزين يدمرونا، عايزين يعملوا فينا مذابح. طبعا ادلة وبراهين من وجهة نظر طبعا اسرائيل، الرجل اقتنع بيها وقال لا خلاص احنا سنمد اسرائيل بما اوتينا من تكنولوجيا او تكنولوجيا في مجال السلاح الذري والنووي، وده اللي حصل، وبالمناسبة كان بدعم من امريكا، بل حابب قرض كمان كبير جدا من امريكا. البديل الثالث، طب لو ما عرفتش اقنعه اربكه، if you cannot convince them confuse them، لو مش هتعرف تخليه يقتنع بوجهة نظرك لخبطه، اديله بقى معلومات مختلطه ببعضها، خليه طول الوقت مشغول بالعافيه بقضايا هنا او هناك، طول الوقت مش عارف هو مين عدوه ومين صديقه، الحق ده السودان بتعمل مش عارف ايه، الحق ده فتحه بتعمل، ده حماس بتعمل، ده مش عارف مين في ليبيا، طول الوقت معلومات متضاربه، ابعت له رساله هنا جيه في العتل عشان في الاخر خالص تلاقي نفسك انت ما انتش عارف هي فين الحقيقه من الخيال. عارفين كده لما ضلم النور وحد يديني معلقة فاية ولا اديني بالشلوت وبعدين اسمع صوت هنا وبعدين اسمع صوت، الاقي نفسي انا مرتبك في ظل معلومات ما هياش دقيقه وما هياش موثقه، فيض من المعلومات ممكن تخليني في الاخر خالص ما اقدرش اخد القرار الصحيح. عارفين حضراتكم الناس اللي قاعدين في اجهزه الاستخبارات هو بيفكر كده، طب ما تيجي نعمل كذا، طب ما تيجي نعمل له كذا، طب ما تيجي نعمل له كذا، ومع تراكم بقى الخبره ومع دول كتيره جدا لك لا طب دي نعمل فيها كذا. هقول لحضراتكم مثال مباشر على مصر بعد شويه. طيب ما تيجي نتكربت نفسده بقى، ما هو دي برضه سي مهمه، يعني ايه كوربت؟ طيب ما نحطه على البيرول بتاعنا، البيرول دي اللي هو ايه؟ الاجر يعني، نديله اجر، نديله فلوس، ايه رايك احنا فتحنا لك حساب باسمك في سويسرا ولا مثلا في دوله من دول الكونكاف ولا في بنما، يعني دوله كده من الدول اللطيفه ديت باسمك وباسم المدام واسم بوبوس، عارفين فيلم بوبوس؟ بوبوس كده صغير وكذا وكذا، وهحاول لك كل شهر فيها 2 مليون دولار 3 مليون دولار على حسب بقى ايه كذا كذا، ده نفسك انت تخلص القصه، بس يعني ايه خد بالك الموضوع ده، انت مجرد ما يحصل لك الكوربشن الفساد ده خلاص انت بتاعهم، هو هيسيطر عليك. ودي حصلت بقى في كتير من دي بالذات لما بيكونش في راي عام قوي ولا في اعلام صاحي ولا في اجهزه محاسبه داخليه، الكلام ده بيحصل وبقوه. عندنا بقى الكونايف اللي هي تآمر بقى، فكره المؤامره، استدراج صانع القرار الى تبني سياسات تتناقض مع المصالح الوطنيه، بقى دي فكره انك تعمل مخطط تخليه يروح بالمكان الفلاني وابعت اسلحه وابعت قوات واحنا، فتلاقي نفسك في الاخر خالص لبست ولبست. عارفين حضراتكم ده بيتقال يعني ده اللي حصل بالظبط معانا سنه 67 على سبيل المثال، تحديدا لما بعتنا قواتنا اليمن، فطبعا حاله من انهاك القوات المسلحه واستنزاف ميزانيه الدوله، وفي الاخر خالص خدنا ضربه 67، ده مؤامره بكل معاييرها وبكل تفاصيلها. طب واحد يقول لي
وهنا بقى انا هكون حذر شويه في استخدام الالفاظ. ايه اللي يخلي السين او صاد او عين يقول لك انا هرشح نفسي؟ واحنا عارفين انه يعني يا اخواننا القوات المسلحه هي مؤسسه متماسكه، مؤسسه مهنيه، مؤسسه في خدمه الشعب، مؤسسه بتحمي وبتبني. تعالى انا فريق في الجيش، وفريق سابق يعني في الجيش. تعالى معتز انزل. ينزل معتز مرشح ضد واحد يعني قياده تانية من الجيش. ايه الفكره؟ هندي لك فلوس، هندي لك دعم، واشجعني واتصلوا بيا طب ايه عايزين مني ايه؟ يعني ايه الفكره؟ اه هيحصل حاجه من اتنين. لو انا نزلت هخبط بقى، ما انا برضو راجل ايه عندي يعني رتبه عاليه وكذا والجيش كده ضرب مباشر مش في شرعيه اللي بيحكم. لا دي كمان في الدور الوطني اللي بيلعبه الجيش. ما احنا في الاخر خلاص عمال اقول لك الناس دي بتعمل غلط والقرارات دي غلط والجسم فتلاقي نفسك في الاخر خالص قطاع من الناس اي ما كانت نسبتهم هيتعاملوا مع المساله بمنطق انه لا ده في حاجات غلط بتحصل وحاجات كذا وكذا. على فكره لو في حاجات غلط بتحصل هتحصل. انا بقول لكم كلمه وحضراتكم يعني انقلوها عني، جيشنا ده ممكن يغلط، جيشنا ممكن يغلط بس ما يخونش. الجيش بتاعنا ده بشر، بشر زيهم زي اي ممكن يغلط، ممكن تقدير الامور ما كانش مظبوط، المعلومات ما كانتش دقيقه، اي حاجه من دي حصلت بس ما يخونش. اللي انا واثق منه ان جيشنا ما بيخناش. تقدير امر ما بطريقه ده وارد بقى دي بتاع يعني عايز اقول لك الانبياء ممكن يكون تقديرهم لبعض الامور ما هوش دقيق. ممكن يكون الامر صدر وجه التنفيذ كان فيه حاجه غلط. انما يخون لا، جيش مصر ما يخونش مصر. طيب جبنا فلان الفلاني ونقول رشح نفسك وهندي لك فلوس وكذا وكذا. لو رشح نفسه وسمح له ولا اخره اه ممكن يحدث انقسام جوه الجيش. الله فرصه اللي بره بقى ده زايد فرحان ايه مصر هتقلب تبقى زي ما هو الميليشيات دي بتضرب في بعضها ليه؟ ما هي جيش اصلا. كمل بقى معايا. طب لو ما تسمحلوش انه ينزل لاي سبب إن كان، احنا كده هنهز شرعيه الانتخابات ونقول الانتخابات دي مش حره ودي مش نزيهه ولا اخره. فكاننا بنقول ايه؟ ان انت ما عملتش انتخابات، انت في هذه السلطه بالغصب. انا بقول كل الكلام ده عشان الكلام ده انا درسته. فبس انا عايز اقوله انه لازم حضراتكم تكونوا عارفين انه القصص دي موجوده بتدرس في مقررات العلاقات الدوليه وصناعه السياسه الخارجيه في المعاهد الدوليه الجامعات، يعني مش سر يعني الكلام ده بيدرس في الجامعات. مقرر العلاقات الدوليه بتكون متقدم شويه يعني في العلاقات الدوليه او في بتعمل دكتوراه او حاجه زي كده. دي طرق بيستخدموها. هل احنا بقى تستخدم ضدنا؟ يقينا اه، يقينا اه. هل احنا اوعى منهم؟ يقينا اه برضه. عشان كده انا عايز حضراتكم تفكروا بمنطق انه مع الاسف في الفتره دي مفيش حاجه بتتعمل كده لوجه الله. في ناس مش راضيه للبلد دي انها تستقر ولا عايزه انه اللي موجود في السلطه يفضل في السلطه. بنعلى بمعدل اعلى من الطبيعي من وجهه نظرهم، اعلى من المطلوب من وجهه نظرهم. مصر لازم تطفو بس ما تعومش، لا تغرق قوي ولا تتقدم قوي، هي تفضل ماشيه تتحرك ببطء شديد. احنا ماشيين بمعدل اعلى من اللي دول تانية تحب لنا ان احنا نمشي بيه. مصر دايما بخير، بس المهم ما نخليش حد يلعب في دماغنا كتير لانه مش بيقصدوا خير. واوعى تقول لي ان حد مصري بيستقوى بحد اجنبي على حكومه مصر يبقى بيعمل عمل وطني. عمر ما حد اجنبي هيحب مصر والمصريين اكتر من المصريين. في التاريخ ما حصلتش. يعني لما الكونجرس الامريكي يطلع بيان وينتقد مش عارف ايه وايه، تفتكروا هم بيحبونا قوي كده؟ ما اعتقدش. لما يطلع بيان مش عارف الاتحاد الاوروبي بيوجه انتقادات مش عارف البرلمان مش عارف ايه ولا انسان ايه ولا انتخابات ايه، هم تفتكروا حريصين قوي على ان احنا نكون كويسين؟ ده يعني اللي يفكر كده يبقى عشم ابليس في الجنه. بعد الفاصل هيكون عندنا لقاء مهم حول التعليم في مصر. هننقل يعني نقله اخرى بس الحقيقه مرتبطه جدا. احنا لو متعلمين اكتر هتلاقوا مش هتأثر فينا قوي، هتكون مناعتنا ضد المؤامرات والتدخلات الخارجية أعلى. فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. بنتكلم عن ملف التعليم، وساعات كتير لما بنتكلم عن ملف التعليم ترجع وتقول ايه، طب هي مصر يعني مشكلتها اللي احنا دايرين فيها بقالنا سنين هم المصريين ما كانوش بيتعلموا؟
هو لما بنقرا لطه حسين والعقاد وكل الناس النوابغ والرموز المصريه اللي اتعلموا على ارض هذه البلد وشرفونا في محافل دوليه واخدنا جوائز، هي الناس دي اتعلمت فين؟ اتعلمت في مصر. وايه اللي بقى حاصل؟ واحنا حتى مش عارفين نعيد ما بدأناه من سنوات من تعليم ونرجع لمدارسنا الحكومية. أنا ما بتكلمش على انترناشونال، بتكلم على مدارس حكومية، على جامعاتنا، جامعة القاهرة اللي من أهم جامعات العالم اللي كانت محطوطة في الترتيب، كان ليها عدد وكان ليها ترتيب. اللي حصل ده حصل بإيدينا إحنا كمصريين، أسرة ودولة. تعالوا كده نسأل سؤال في الطريق للاتحادية، ودايماً يعني بستأذن حضراتكم في البرنامج ده، خلينا نطلع بره الصندوق، خلينا نتكلم بجد، خلينا نعرف احنا ممكن نعمل ايه ونساعد بعض. الرئيس القادم من سيسكن الاتحادية قريبا جدا؟ بنسأل هذا السؤال، ماذا نريد في ملف التعليم من الرئيس القادم؟ تعالوا نسمع مع بعض. التعليم عاوز تغيير شامل في حاجات كتير قوي. يعني نظام التعليم الابتدائي ده للأسف في عيل لغاية النهاردة بيبقى عنده في سنة ستة بعرفش يقرأ ويكتب، دي مشكلة. لازم يحصل تطوير تغيير في حاجات كتير قوي. ننتظر استخدام التكنولوجي في كل المدارس، لان لابد ان احنا نعترف اعتراف كامل ان في فجوه بين المعلم وبين الطالب. الطالب دلوقتي بدا يستخدم التكنولوجي بطريقه عاليه جدا، للاسف الشديد المعلم لا يجيد استخدام التكنولوجي. فاحنا عايزين نطور، عشان نطور لابد ان احنا نعمل خطوات تدريبيه للمعلم كتير على اساس ان هو يقدر يستخدم التكنولوجي. من خلال التكنولوجي دي هنقدر نحاول نطور التعليم. يكون اساتذه مؤهله اللي هي تدرس لاطفال صغيره، مش استاذ يخش يدي كل المواد والكلام ده. تبقى المدارس نفسها مجهزه اللي هي اطفال ده تبقى فيها، او ناس كبيره هيبقوا لسه بيتاسسوا عشان حضانه بس، او عشان لازم عشان ابني يتعلم يروح مدرسه خاصه، او انا افرض معيش فلوس. شايف ان يعني ان احنا بناخد حاجات يعني احنا مغصوبين عليها، يعني مش كل واحد بيختار المواد اللي هو بياخدها وكده. فيعني هو يا اما علمي يا اما اصلا لسه مخلص ثانويه عامه، يا اما علمي يا اما ادبي، يعني اللي هو يا اما اخد كل ده مع بعض يا اما اخد كل ده مع بعض. اقلل المناهج شويه ويقلل موضوع الحصص الكتير دوت، يعني بيبقى 8 حصص في اليوم، 8 كتب ب8 كشاكيل، الواحد بيبقى واقف مش قادر. يقلل موضوع الكتب ده برضه شويه. دروس الخصوصيه بليز والنبي، دروس الخصوصيه ديت يعني ايه مشكله كبيره. يعني انا بابايا بيدفع فلوس كتير قوي عشان دروس خصوصيه. طب ليه؟ طب ما نخلي المدرس يشرح كويس، نوفر له حاجات ان هو يشرح كويس، وبالتالي ان هو يعني مش هيدي دروس. نحاول بقدر الامكان ان احنا نحسن من دخل المعلم عشان المعلم يقدر يعطي بكل طاقته. انما دلوقتي المعلم، راتب المعلم للاسف الشديد ضعيف جدا، فالمعلم مش بيدي بكل طاقته. تم بحاجتين اتنين، المعلم والمتعلم، تمام. وزي طبعا هنهتم برضه بالتكنولوجيا وهنهتم بالمناهج. انت اذا اهتميت بالمعلم، المعلم هيدي لك كل اللي عنده. لكن انا شايف دلوقتي ان المعلم اساسا معلش مهدر حقه، تمام. ويعني كمان يعني طالما انا مهدر حقي مش هقدر ادي الا ما يعني الا ما رحم ربي. اي والله اي والله، فكره الناس دي كانوا في الفصل بينتقدوا التعليم. انا كويس اهو، مش احنا التعليم بتاعنا كده. انت يعني بتقول علينا يعني ده زي الهرش في التعليم، انا عارف الطلبه اللي هو المدرس. انا ماليش دعوه والله. ابله يا ابله. يسعدنا ان يكون معنا الدكتور عبد الرحمن البرعي، عضو لجنه التعليم بمجلس النواب. منورنا يا فندم. يا اهلا وسهلا بيك. ومعانا كذلك الدكتوره بثينه عبد الرؤوف الخبيره التربويه. منورنا يا فندم. الله يخليك. مرونينا جميعا. وطبعا بما ان احنا نتكلم عن التعليم، فالتعليم هو فن الاتيكيت، يعني ازاي تكون راقي. هكذا تعلمنا يعني في مدارسنا المصريه على فكره، تعلمنا فيها كده. استاذه بوسينة، انا عايز اسال حضرتك، احنا فين في ملف التعليم؟ انا مش عايز اقول السنين اتكلمنا عليها، انا بتكلم دلوقتي 2018، حطينا على الخريطه، احنا فين؟ لو الراجل اللي قاعد كده، اسرتنا الكريمه مشاهدينا الكرام، عايز يسمع حضرتك وانت خبيره بتقولي له احنا فين، عايز يعرف احنا فين. اولا مساء الخير. انا بس عايزه اقول في عنوانين رئيسيين لازم ابتدي بيهم قبل ما اتكلم على التعليم. كان في نقاش بين مجموعه من البشر بيتكلموا على السياسي، يعني احنا نمشي اتجاه مع الناس. فقعدوا يتناقشوا كتير قوي، وكل اتجاه طبعا ليه ساحد. قال كلمه مهمه جدا، قال لازم نعرف الاول احنا بنمثل مين.
وبنعمل لصالح مين. حضرتك انت لازم تعرف انت بتمثل مين كحاكم، وحضرتك بتعمل لصالح مين. هاجي اشوف ارض الواقع في التعليم. دلوقتي احنا في مفترق طرق، ناس بتقول انا هعمل تعليم صفوه، بمعنى ايه؟ ان انا اعمل مدارس تكنولوجيه زي ستام كده، اعمل مدارس متفوقين اكلفها 100 مثلا، المدرسه تتكلف 100 مليون هتطلع لي 500 عالم. اوكي، ده اتجاه. انا عايز اعمل صفوه متعلمه هي بعد كده هتنهض لي بالبلد وهتعمل لي. اتجاه تاني بيقول انت عايز تعمل خطه مجتمعيه تنمويه عشان تنمي المجتمع وعلشان تطوره، فما ينفعش منطق الصفو. انت عايز هنا منطق الاولويات الاجتماعيه. ففكره ان انا افتح مدارس غاليه جدا واجيب مناهج دوليه والتكنولوجي والكلام ده كله مكلف جدا، لا يتواءم مع الفكر الاجتماعي التنموي اللي عايز يطور المجتمع ككل. عايز يطور المجتمع ككل، حضرتك شويه هنجنب ان انا اعمل علماء 500 عالم وهعمل 100 مليون متعلم. انت عندك الاميه 50%، هي الاميه 35 نزلت 15 متسرب 15 تسرب، يعني 12 من 12 ونص ل 14 يبقى كله على بعضه كام؟ 50% غير متعلمين. طيب انت ازاي تطور مجتمع وتعمل تنميه في هذا العصر وعندك 50% جهل، 50% قنبله، 50% فكر سهل جدا قد لاي حاجه. فهنا بقى بيسموه الموائمه. انت عايز ايه؟ عايز 500 عالم ولا 50% جاهل؟ طب نسأل الدكتور عبد الرحمن، هو احنا عايزين ايه يا دكتور؟ الهدف من التعليم بصفه عامه اعداد مواطن صالح مهيئ لخدمه المجتمع. هل اللي بيحصل عندي ده بيودي الرساله دي؟ الاجابه في الثلاث سنين اللي انا حاضر فيهم شاهد عيان على كل حاجه، 7% من 5 ل 7% هم اللي حصل معاهم الموضوع ده. بمعنى التعليم الفني طاقه بشريه ضخمه المفروض ان ده اللي الدوله تعتمد عليه، وهو المنطق ان دي الدوله اللي محتاجاه. يتخرج من ثالثه اعدادي يروح مدرسه زي ما دخل من ثالثه اعدادي زي ما بيطلع. نفس القصه بنسعى دلوقتي للجامعات التكنولوجيه بنفس الفكر. مين اللي اتطور؟ مين ال7% دي اللي حصل معاهم؟ تعليم فني مزدوج ربطنا بين مدرسه ومصنع انه يجد فرصه عمل. شركات الميه المدرسه دي تبعها. فصل في كل مصنع. كم نسبه اللي استفادوا من الموضوع ده؟ 7%. ممكن اسال سؤال؟ هو 7% ده كرقم حضرتك جبته منين يعني؟ ده الرينج، لان انا شفت الاحصائيات وسمعنا كتير من التعليم الفني، هم دول 7% من الطلاب اللي استفادوا من هذا التطوير. اما الباقيين زي ما دخلوا من ثالثه اعدادي زي ما خرجوا من التعليم الفني الدبلوم. نفس الكلام، الدوله اجتهدت في مراحل التعليم الاساسي بوضع مجموعه من الطلاب، وكانت نماذج، انا اختلف مع الدكتوره، نماذج ناجحه. انا خدت الطلاب المبدعين باختبارات قويه جدا، وباخد 150 تلميذ في مدارس الاستم. حقيقي تجربه ناجحه. خدت اولاد مبدعين المتفوقين وحطيتهم في 7 مدارس، وعندنا توجه لزيادة العدد ده العام القادم من 5 ل7 مدارس تانية بنستعد لافتتاحهم. خدت الأولاد المتفوقين علميا مجانا. لأن أنا محتاج فكر المبدع ده، واختبارات كتيرة حصلت ليهم. دخلت وراهم مدارس النيل. التكلفة على الدولة. التكلفة على الدولة، أنا عاوز المبدع ده. أنا خدته، أنا عندي شروط. اولا لازم يكون جايب الدرجه النهائيه في 2 من 3 رياضيات علوم الانجليزي. لا انا فاهم، انا قصدي التكلفه، انا بس لسه مش هدخل في التفاصيل بتاعه المدارس دي. ال 7% دول قدرنا في المده اللي فاتت ان احنا نعمل تحسين معلم في هذه المدارس، ووضعه اتحسن لحد ما. حتى مدارس التعليم الفني برضه هم دول اتحسن. اما باقي المنظومه انا مش عاوز اقول لك ان احنا في ثبات، لا احنا في تراجع. عشان اكون محق، احنا في تراجع وعدة أسباب واضحة وبقت صريحة والتجربة قدامنا، ولازم نقعد الأسباب واضحة. هي الأسباب؟ أول حاجة سوء اختيار القيادات. قيادات إيه؟ التربية والتعليم. من أول الوزير
انزلي بالوكلاء الوزارة، انزلي بمدير المديريات، وهضرب لك امثله صريحه. يعني من اول انزلي التربيه والتعليم او التعليم العالي، يعني ما احنا بنتكلم على التعليم باختيار مستشارينه، انزلي بالطاقم. معيار الاختيار دلوقتي، يعني يمكن السنه دي الى حد كبير المعايير الاختيار الاخيره دي كانت مقبوله، بس عندي معيار واحد، هو شريف مش حرامي. حلو، ده شرط مهم، بس في معايير تانية اخرى. انت جبت وزير ليس له علاقه بالتعليم، مش مهم ده منصبي. جبت 16 استشاري لي، ولا واحد من اهل التعليم، ولا واحد من اهل التربيه او التعليم، لا التربيه ولا التعليم ولا عاش الميدان. ما علينا، انزل الصف اللي بعديه، وكلاء وزاره اللي تم اختيارهم بمدير المديريات ما اتعملتش مقابلات معهم. جم ازاي؟ ايه المعيار؟ انزل عندي الادارات التعليميه في كل المحافظات. ممكن بس اسالك سؤال، هو حضرتك بتتكلم عن وزير التربيه والتعليم الحالي؟ الحالي طبعا، اصل زي ما ملوش علاقه بالتربيه والتعليم، ده كان مدير اليونيسيف في مصر، ودي منظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه والحاجات دي. يعني عايز اقول ده، وعنده وقعد فتره طويله سنه وشويه هو رئيس المجلس القومي التخصصي في الرئاسه. يعني عايز اقول يعني ناس كتيره جدا في مجال التربيه والتعليم كانت تتمنى ان الدكتور طارق الشوقي يبقى هو وزير التربيه والتعليم قبل ما بقى وزير التربيه والتعليم. والله ما اعرفش منهم حد. لا وقت انا كل اللي اعرفهم، انا كل اللي اعرفهم مش مختلفين معايا في الراي. اكيد في اكيد في ناس ما اعرفهاش. طب قول لي، طب يعني عايز اقول، طب اللي حضرتك تتخيله ان يبقى وزير التربيه والتعليم ويجيب معاه مستشارين مرتبطين بوزاره التربيه والتعليم؟ انا ما كانش عندي مانع من شخصيه الدكتور طارق شوقي تيجي موجوده. امين. نعم. انت مش اهل ميدان تعليم، ما دخلتش فصل، ما عشتش جوه المدارس اللي عندنا في الكره والنجوع، وحياتك بعيد عنها. لما تجيب فريق مساعد ليك تجيبهم كلهم ال 15 17 تيبيكال. طيب انا عايز استاذن حضرتك علشان طيب انا لسه ما كملتش. انا كده خدت القيادات. طيب. دي اول حاجه ادخل بقى على اساس المنظومه كلها، معلم وقانون تعليم. المعلمين عاشوا معانا حلم ان تحسين وضع مالي وادبي. بس قبل ما حسنوا الوضع، مش كل الناس هزيز زي بعض، وكان مستعد لتقديم اقصى مجهود عنده. انه خلاص جالنا قانون وبدا يشعر ببارقه امل المعلمين، والقانون ده كان فيه ثواب وعقاب، كان هيريح الاسره المصريه من كتير من الدروس الخصوصيه. فجاه اتغير الوزير، جالنا وزير جديد قال يا جماعه معلش، اصل القانون اللي جالكم ده مش مناسب التطوير بتاعي، سيبوني لبعد رمضان ان شاء الله هعمل لكم قانون تاني بعدها باسبوعين. بس هو الظاهر نسي يقول لنا رمضان اللي فات ولا اللي جاي ولا اللي بعده. هو مش عارفين هو انهي رمضان، يعني رمضانات كتير. انا بس عايزه استاذن حضرتك هنا، احنا مضطرين نطلع فاصل، بس انا برضو عايزه احول الكلام بعد الفاصل استاذنك. خلينا احنا هنا مش بصدد ان احنا نتكلم عن الوزير قال ايه وعمل ايه، لانه سيد الوزير مش موجود. ولكن احنا بيهمنا ومشاهدنا الكريم قاعد بيسمعنا، انا بكلمه فعلا زي ما حضرتك قلت على الوضع الحالي. على فكره كلنا عارفين وعارفين انه التعليم في مصر، وقالها رئيس الجمهوريه، محتاج ميزانيه ضخمه جدا علشان نقدر. احنا بنفكر معاكم بره الصندوق بالوضع الحالي نعمل ايه. خلينا نرجع مع حضراتكم بعد الفاصل، بنتكلم عن التعليم واحنا في طريقنا الى الاتحاديه، كيف نساعد على تعليم افضل في مصر. عودوا الينا بعد الفاصل. واحنا بنتكلم على التعليم وعلى نفس المائدة المستديرة دي، زميلي العزيز دكتور معتز عبد الفتاح كان أول الثانوية العامة قسم أدبي من المدارس المصرية، فأنا عايزة نفس السؤال الحكومية نبغى وكمل وأستاذ يعني في وأستاذ العلوم السياسية وأول دفعته يعني. فإذا هو أنا بتكلم وجنبي مثال حي. حضرتك هتكمل كلام مع دكتور وناخد السؤال تاني. السؤال بقى للدكتور عبد الرحمن. لا بص، خلينا نقول ايه، في يعني التفاوت في مصر هائل ما بين ناس نوابغ فعلا، في طلبه كتير جدا حابب يقابلهم سواء في الكليات او يقابلهم حتى بره مصر، وفي ناس ما تعرفش اصلا دول تعليم موجودين فين، اساسا جم ازاي بقوا كده. ف يعني هو السؤال ازاي نرتقي التعليم، بس اللي تحت ده يعلى زي ما حضرتك اشرتي، عشان ما يبقاش ارهابي، ما يبقاش مهمل، ما يبقاش فاسد، ما مش بس كده. يعني انا قلت وجهه النظر، احنا عشان ايه يعني، احنا بنمثل مين واحنا عايزين ايه. وجهه نظر التربويين ثلاث ارباعهم يعني عشان ما اقدرش اصادر، بيقولوا لا احنا لازم نبقى عايزين تنميه، مجتمع متكامل، و
خطط تنموية للنهوض بالمجتمع من خلال نشر التعليم. ما فيش حاجة اسمها أمية وما فيش حاجة تصرف. لأن حضرتك أما تعمل أي مشروع تنموي وانت عندك 50% جهلة، حتى أقل مشروع وهو مشروع تنظيم الأسرة هيفشل. لأن انت عندك مقاومة، انت عندك هتبقى عندك مقاومة مجتمعية لكل إنجازاتك. فانت لازم تضمن ان في مجتمع ماشي وراك في انجازاتك. فجزء جزئيه الصفو حاليا احنا انا شايفه انها لا تجدي فيها في هذه الظروف. الاجدى ان انا اعمل منظومه تعليميه اسد فجوه اللي هي الاميه واسد منابع الاميه والتصرف. دي وجهه نظري. بدل ما اصرف 100 مليون على مدرسه، المئة مليون دول هعمل بيهم 10 مدارس في المناطق المحرومة من المدارس. كل يعني أنا لسه قارية النهاردة في الأخبار أن 4 مليار جنيه لدعم التعليم الأساسي. فرحت، قلت الله هتعمل التعليم الأساسي. بفتح الجورنال، دي تقريبا منحة جاية هيعملوا بها إيه؟ تدريب المعلمين. ده يا جماعة ليه؟ تدريب المعلمين ده حضرتك يفتحي كده على النت، في كم من منظمات المجتمع المدني اللي عاملة تدريبات للمعلمين وتطوير أداء المعلمين كتير جدا. فالأربعة مليار دول أنا عندي مثلا فودافون عاملة اقرأ تقريبا حاجة كده، مؤسسة تعليم أولا والمعلم أولا كتير جدا عاملة تدريبات للمعلمين. طب الأربعة مليار دول أنا أبني بيهم، أعمل بنية أساسية للتعليم، أنا أفتح مباني، أفتح مدارس، أنا أدخل معامل للمدارس دي، أنا أنشر بشكل صح للتعليم. خليني أسأل حضرتك أستاذة بوسينة أيضا ونشرك الدكتور معنا. يعني إحنا دلوقتي بنتكلم، يعني حضرتك اتكلمت عن المبدعين والصفوة. أنا بصراحة في مصر مش قلقانة على الناس بتوع الصفوة خالص، بيتصرفوا على فكرة، بيتصرفوا بره وإنترنت. أنا وكده. ست مواطنة، أنا بتاعة الغلابة. يعني أنا المواطن اللي هو المصري اللي عنده سواء محدود الدخل أو اللي حتى تحت مستوى الفقر، او بناتنا اللي بيبقوا في الصعيد اللي هي ما بتقدرش تنتقل لمدرستها اللي بتبعد 2 كيلو علشان هي بنت ومحافظه ما تقدرش تمشي لوحدها والمطر انا دول اللي بيشغلوني. هم دول اللي من حقهم دستوريا طبقا للدستور المصري حق مواطنه حقها في التعليم. ده اللي بتكلم عليه. انا نفسي اسمع ده، ايه اللي ممكن نعمله للنوعيات دي علشان ناخد بايديهم؟ الدوله حطت خطه واستراتيجية 2030. هذه الاستراتيجية لا ترتبط بأفراد. عبد الرحمن برع النهاردة موجود، بكرة مش موجود. أنا عندي استراتيجية، عندي معيار، كل معيار له مؤشرات، بشوف كل سنة اتحقق منه كام، وقابل هذه الاستراتيجية للتعديلات. احنا مش كل يوم هنفضل نعمل استراتيجيات وخلاص. الاستراتيجية دي الدولة وضعتها أساس وقاعدة نقيم بها. وأعطى الدستور للتعليم حق في 4% على الأقل من الدخل القومي. الاستراتيجية دي التزمنا بها شوية في الأول وبدأنا نضع خطط لها ولم نراها من مدة. عاوز تعدل فيها عدل، عاوز تصلح فيها صلح، كل حاجة قابلة للتصليح. بس الاستراتيجية دي هو الهدف اللي قدامنا، والناس دي تعبوا كتير قوي قوي عشان يعملوها. ياريت نكتفي بوضع آراء فلسفية ونلتزم باستراتيجيتنا دي. عبد الرحمن مش اللي بعده ونكمل. النقطة الثانية، وده حق عشان نوصل للنجوع والقرى بتاعتنا اللي أنا منهم. أكبر أني قرية؟ إحنا قرية تذبح قرية. بني سويف تذبح قرية باروت تذبح قهوة. في مدرسة عند حضرتك في القرية؟ عندنا 2 ابتدائي و2 إعدادي. ده كافيين؟ يعني أولادنا اللي في القرية اللي هي ده في مقاعد دراسة كافية ليهم في المدارس دي؟ لا، محتاجين مدرستين تاني. عندك ثانوي؟ لا، ثانوي. شوف محتاج مسافة نمشيها عشان الولد يروح او طار من القرية اللي جنبنا. 3 كيلو على طول امشي ولا بيركب ايه؟ لا، ايام ايام. ممكن يمشي. انا من هو ده الواقع الحقيقي. ليه ما نطرحش مجتمع مدني، جمعيات اهلية، رجال الاعمال، مؤسسات خيرية كتير؟ ليه ما نطرحش فكرة التعليم المتنقل؟ بمعنى انا هطلع بعربية فيها 3 مدرسين، معايا كل الادوات، معايا مكتبه متنقله، وهقعد في المكان ده وخمس ايام. مش لازم كل ايام اسبوع على فكره، انا ممكن برضو يعني المنهج يتطور بحيث ان انا اساعد الولاد دول. انا مش بساعدهم بس، ده انا بساعدهم هم والاسره
وبساعد المجتمع كله. ليه الاطروحات دي ما بتطلعش؟ لا هو انا هكمل اللي معاليك، انا برضو ملتزم بالاستراتيجيه اللي اتحطت. هكمل نقطتك دي، ايه هي؟ انت كل ست شهور هقيمك عملت ايه في هذا الجزء. انت ليك ايه؟ ليك بعض الدعم اللي انت عاوزه انا مضطر اوفره لك وفقا للدستور اللي حدده لك. كل ست شهور انا بقيم مؤسسات. ليه؟ انا ترتيبي ببساطه 134 على مستوى العالم، وانا عارف السبب، والسبب ليس كثافة الفصول لوحدها، بدليل دول زي كوريا فصولها اكتر مننا. انا كل مده محدده باجي اقيم ماذا تم انجازه في الوزاره دي عشان نحقق المعايير العالميه المطلوبه ووصولنا التعليم بتاعنا للجوده المطلوبه. وفي الوقت نفسه دي نقطه برضو عاوز اقولها، رغم انت عارف جميع عارف ان انا متعاطف مع المعلمين قلبا وقالبا، ولكن في تجربه كانت معانا في 2007 كانت ايه؟ تم عمل الكادر للمعلم. تم زياده المرتبات، هل في حاجه اتغيرت؟ لا طبعا نصيب ولا حاجه. مطلوب زياده، الوضع سيء بس الزياده مرهونه بضمان جوده وتحقيق المعايير للعمليه التعليميه وبصفه خاصه التعليم العام. طيب التعليم الخاص. خلوني اشكر حضراتكم واكتفي بهذا القدر، بس احنا عايزين نكمل هذا الملف، واحنا هنحاول نجيب الساده المرشحين او من ينوب عنهم ونعمل بانل حضراتكم تكونوا موجودين وتسالوا الاسئله اللي حضراتكم، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام مهم، وانا نفسي اعرف هو ده يعني مره ثانيه نعمل بيها نقاش. هو انتوا جوه البرلمان بالذات لجنه التعليم لما تقعدوا مع المسؤولين الكلام ايه ردودهم على هذا الكلام؟ وربما حتى نجيب هنا المسؤولين واستاذ حضرتك يكون موجود يعني نعمل معاك مداخله بالتليفون، ايه الجدل النقاش ده بيفضي لايه في الاخر؟ شكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. شكرك يا دكتوره، شكرا جزيلا. احنا الحقيقه سالنا حضراتكم اسئله لطيفه جدا. استنى انا حاطط الاوراق تحت هنا. انت برضه قاعد بتتكلم، احنا سالنا حضراتكم على السوشيال ميديا وقلنا لكم ايه اللي المفروض نعمله بشان قضيه القدس. فردود حضراتكم بقى، الاستاذ رفيق عادل بيقول لك اطلب من الرئيس القادم انه يخلينا في حالنا ويبص على مصلحه مصر وشعبها بس. سيبك من قضيه القدس دي. محمود ماهر بيقول يا فندم، محمود ماهر بيقول اي حاجه حتى ولو الحرب. استني بقى، بقيت الرؤى كلها في النص وهي الاثنين دول. واحد بيقول لك نعمل كل حاجه حتى لو الحرب شجع القدس، والتاني بيقول لك خلاص الموضوع ده مش قضيتنا. بس هو الحقيقه لا، احنا علينا دور وعلينا عيب، بس ما وصلش الحرب. يعني اقصد نعمل كل ما نستطيع دبلوماسيا اقتصاديا بكل ما اوتينا من قوه، لانه أمن مصر مش حاجة بيبدأ من القدس وإسرائيل وفلسطين والكلام ده، ده يعني في الخليج والمغرب العربي وجنوبا لغاية الصومال. يعني عايز أقول الرؤية أوسع شويتين من مجرد إن إحنا خلينا في حالنا ملناش دعوة بالناس اللي حوالينا. أشكركم. نشكركم شكرا جزيلا، وخليكم معانا، كملوا كل آرائكم على السوشيال ميديا. هذا هو الطريق للتحدية، نحن من هذا الشعب وإليه. تصبحوا على ألف خير، غدا حلقة جديدة في الاتحدية أو إلى طريق. كونوا معنا.